تحياتي ليك يا عمر ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني عايزين نتكلم معاك على اخر الاستعدادات الخاصه بالنادي الاهلي لمباراه يوم الجمعه القادمه ان شاء الله امام فريق اطلع بره في دور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا، لكن عايز قبل ما ابدا معاك تكلمني عن اللفته الطيبه اللي كانت موجوده اليوم من مران النادي الاهلي في توديع المدير الفني مستر مارتن لساتي، وهي دي قيمه النادي الاهلي وسلوكيات واخلاقيات الاداره واللاعبين حتى لو في الاخر ما حصلش اتفاق، لكن الرحيل يا فاروق بيكون بشكل محترم. خليني اخد برضو نفس كلامك عمر واقول ان دايما لحظات الختام بتبقى فيها لحظات جميله، وده اللي احنا اتعودنا عليه في النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيضرب المثل القدوه والمسيره اللي احنا دايما بنفتخر بيها وبنعيش عليها. النادي الاهلي مسيره كلها قدوه، كلها لحظات جميله. النهارده كانت بادره جميله ولحظه وداع لحضور مستر مارتن لاسارتي ومستر باستيان واليخاندرو للنادي الاهلي، وانهاء بعض المتعلقات الشخصيه وتوديع اللاعبين وشكر اللاعبين للجهاز الفني، وايضا الجهاز الفني يتمنى للاعبين ان شاء الله التوفيق في المباراه القادمه والمشوار الافريقي وايضا مشوار الدوري. زي ما قلت ده اللي احنا اتعودنا عليه وتربينا عليه في النادي الاهلي يا عمر، ويعني صوره متكرره واحنا دايما بنشوفها في النادي الاهلي، مش جديده علينا في النادي الاهلي. طيب فاروق، عايز اعرف منك اخر الاخبار الخاصه بتدريبات النادي الاهلي والاستعدادات الخاصه بلقاء يوم الجمعه القادم لمباراه اطلع بره. هل في جديد؟ هل اللعيبه طبعا قدرت تتخطى مباراه بيراميدز نفسيا وخلاص قفلوا صفحه المباراه في بطوله الكاس وبيستعدوا للبطوله الافريقيه؟ عمر خليني اقول لك ان يعني منذ نصف ساعه انتهى مران النادي الاهلي، منذ نصف ساعه بالتحديد صفحه لقاء بيراميدز تم طويها تماما، انتهت خلاص صفحه لقاء بيراميدز حاله من الهدوء، حاله من التركيز بتفيد لاعبي النادي الاهلي ومران النادي الاهلي. النهارده المران السبع الساعه السادسه كان في محاضره في ارض الملعب منتصف الملعب لمده خمس دقائق من جانب الكابتن محمد يوسف للاعبين، طلب من اللاعبين ان هم نطلع صفحه لقاء بيراميدز الاخيره ونركز في مباراه اطلع بره القادمه في اياب دور ال 64 الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا. وايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ القى كلمه للاعبين، حاس اللاعبين على ضروره التركيز في اللقاء وعدم الاستهانه بالخصم خاصه بعد الفوز في المباراه الاولى باربع اهداف مقابل لا شيء، وايضا تكون بدايه لبعض اللاعبين القادمين للنادي الاهلي ويحاول ان احنا ان شاء الله نشوفه في المباراه القادمه. المران زي ما قلت لك عمر ابتدى في ثمان الساعه السادسه، كان في مران يعني ابتدى كل ادى رامي ربيعه وصالح جمعه اكتفوا بالاداء مران خفيف بالجري حول الملعب. شريف اكرامي كان النهارده بيأدي البرنامج التأهيلي، محمد محمود وسعد الدين سمير تغيب عن المران النهارده وعلي معلول بعد وصوله على اذن بالاجازه والسفر لتونس. النهارده كل اللاعبين حاله من الهدوء زي ما قلنا، حاله من التركيز، اللاعبين خلاص يركزوا في المباراه القادمه وتجاوز عقده الدور التمهيدي والاستعداد لما هو قادم بمشيئه الله. كان في بعض الاحاديث الجانبيه وانا عايز اركز عليها، الكابتن محمد يوسف النهارده كان في احاديث جانبيه ما بينه وما بين صلاح محسن، ما بينه وما بين محمود مسلي. بالمناسبه محمود مسلي النهارده كان متالق بشده في مران النادي الاهلي، ايضا عمار حمدي كان متالق النهارده في مران النادي الاهلي، احمد فتحي ومحمد مجدي قفشه، اليو تيانج جونيور اجاييه، محمد هاني. معظم اللاعبين النهارده بتحاول ان اللعيبه تفتح صفحه جديده سواء في المران سواء مع الجماهير، حاول ان شاء الله هنشوف الكلام ده يا عمر ان شاء الله في المباراه القادمه اللي اتوقع هيبقى فيه ممكن بعض العناصر الجديده ان شاء الله هنشوفها في اللقاء القادم للنادي الاهلي. المران زي ما قلت لك عمر ابتدى في الساعه السادسه بعد المحاضره اللي القاها الكابتن محمد يوسف على اللاعبين، ادى اللاعبين جزء بدني مع كابتن حسين عبد الدايم مخطط الاحلام، ثم الكابتن محمد يوسف تولى جزء المجموعه اللي هي خاصه بالنواحي
الهجوميه، والكابتن سامي امثال مع المجموعه الخاصه بالنواحي الدفاعيه، وتم عمل تقسيمتين ما بين كلا الفريقين زي ما قلنا واستعرضنا. تألق ايضا اللعيبه اللي احنا قلنا عليها محمود مسلي ومجدي قفشه، والتعليمات بقى اللي كان الكابتن السيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف انه يلعب على العامل النفسي، حاول يهيئ اللعيب النفسي للاعب النادي الاهلي على اللقاء القادم، وان انا اطلع اللاعبين منه وامشي من اللعيب كان يعني عندهم تاثير شديد جدا في خروج من كاس مصر والهزيمه الاخيره من فريق بيراميدز. هل بعد سفر علي معلول الى تونس بعد الاستئذان وتنسيق مع الجهاز الفني والاداري مين اللي هيكون موجود في الجبهه اليسرى يا فاروق؟ هل بانت؟ هل محمود وحيد هيكون جاهز؟ هل ايمن اشرف هيكون موجود ولا لسه ما تمش حسم الامر في الجبهه اليسرى في مباراه اطلع بره؟ لا يا عمر، خلينا يعني برضه ان احنا نقول ان لسه الامر ما اتحسمش، لكن النهارده محمود وحيد بيقدم ايضا المراوغ، هو كان في بعض برضه التعليمات الكابتن محمد يوسف وحيد لصلاح مصر، اللي اتوقع انه ممكن يكون ان شاء الله في التشكيل الاساسي باذن الله للنادي الاهلي في لقاء اطلع بره. يعني بنسبه كبيره يعني اعتقد ان ممكن يكون محمود وحيد بنسبه كبيره موجود في التشكيل الاساسي للقاء الاهلي وفريق اطلع بره. الامور ايضا يا عمر اللي احنا بنتكلم عليها خلاص التركيز بقى من اللاعبين، العامل النفسي اللي هو مهم جدا للكابتن محمد يوسف، اللعيبه اللي كانت بعيده بنسبه كبيره جدا عن المشاركه زي محمود وحيد زي صلاح محسن، واللعيبه الجديده محمود مفلي كان في تعليمات وفي تركيز جدا من الكابتن محمد يوسف مع هؤلاء هذه المجموعه. طيب فاروق يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا واتكلمت بشكل واضح وصريح في كل الامور الخاصه سواء بحفله التكريم الخاصه بالسمات النصراتي او الفريق.